مرحبا مرحبا، يعطيكم الصحة يا أطفال. وانتم اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تفرحوا كما هاد الأصدقاء اللي راهم هنايا وحبيتوا تجوا للحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويازيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويازيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، قولوا لأصدقائنا كي تسجلوا شوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وحتما سوف نتصل بكم إن شاء الله باش تحضروا معنا. شوية تاع الصبر فقط في هذه الفترة هذه يا أطفال. بعد يوم واحد برك رايح الجزائر تعيش يوم مهم، هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. يا أطفال، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، أنا شخصيا شاطروني الرأي، بالنسبة لي الاحتياجات الخاصة هي تحدي. يعني تشوفوا بالمرات كاين أطفال، خاصة نحن نتكلموا الأطفال لأن حصتنا موجهة للأطفال، كاين أطفال عندهم إعاقات احتياجات خاصة، ولكن تسيب عندهم إرادة كبيرة، تسيبوا يقرأ، تسيبوا يدير الاحتياجات تاعو وحده، تسيب يعني إرادة قوية. ماذا بيا اليوم نتوقفوا باش نضمنوا مع هذه الفئة كاملة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقول لهم رانا معاهم، ونقول لهم رانا نتعلموا منكم، من التحديات نتاعكم، من الإرادة نتاعكم، احنا رانا نتعلموا يا أخي. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم. معنا هيثم، هيثم أسند، شوف نهضروا شوية مع هيثم. مليح؟ هيثم قول هيثم تحب عمو يزيد؟ ايه. اك فرحان لك هنا؟ ايه. جميل جميل جميل، مرحبا بك هيثم. اذا احنا اليوم معنا اصدقاء وحبينا نستضيفوا هكذا اطفال اللي عندهم احتياجات خاصه. ثاني معنا، واسمك ولدي؟ وائل. وائل، رحبوا رحبوا معايا بوائل كامل، رحبوا معايا بوائل. ومعنا كذلك أصدقاء ثاني. معنا اليوم صديقة كانت مرت معنا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدناها باش ترجع معنا اليوم لأننا وجدنا لها مفاجأة. واسمك بنتي؟ هدى. هدى، هدى مرحبا بك هدى. واش راكي عاود رجعتي اليوم؟ واش هو هذا هدى؟ كادو. كادو لمن؟ ليك. لي أنا؟ أوه برافو. تصفيقة، تصفيقة على هدى، تصفيقة على هدى، تصفيقة على هدى. آه بنتي، ربي يطول عمرك بنتي، الله يخليك، الله يخليك. راح نحتفظ بهذه الهدية هذه الجميلة هذه، نفتحها في المنزل. واسمك؟ حنان. حنان، كيف فرحانة لك هنا؟ بزاف. بزاف، تصفيق عليها، تصفيق عليها. نرحبوا بهم. ثاني بنتي، واش راكي بنتي؟ سلمى. واسمك؟ سلمى. سلمى، كيف فرحانة اسمى؟ سلمى، كيف فرحانة لك هنا؟ نعم. نعم، إذا رحبوا رحبوا بهم كامل، مرحبا بكم مرحبا بكم. أنا نعطي البوبي يخبي لي الهدية هذه. فوالا، إذا حنا رانا هنا اليوم باش نحتفلوا ونضمنوا مع الأطفال اللي يحبونا ونحبوهم كامل. نحبوكم، ماه نحبوكم كامل. نحبوك 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 ولدي، نحبوك. إذا تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: يمكن أن أكون قويا ويمكن أن أكون ضعيفا، أتحدث كل اللغات بدون أن أعرفها، من أنا؟ أعيد اللغز: يمكن أن أكون قويا ويمكن أن أكون ضعيفا، أتحدث كل اللغات بدون أن أعرفها، من أنا؟ فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة، انتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويازيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال، باش نوصلوا المفاجآت، حبيت اليوم ترحبوا معايا بهدى، راح تعرفنا بشخصية مهمة في الكفاح الجزائري، شخصية محمد زعموم. تفضلي هدى. تصفيقة على هدى، تصفيقة.
فضلي نور الهدى. فضلي مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مساء الخير يا اطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الشهيد محمد زعموم. ولد محمد زعموم في 29 نوفمبر 1928 بعين طايا الجزائر. بدأ نشاطه السياسي مبكرا رفقة أخيه، حيث أصبح عضوا في المنظمة الخاصة مسؤولا عن خلايا بمناطق مختلفة بالقبائل. اعتقل من طرف السلطات الفرنسية وأطلق سراحه في ربيع 1954. انتقل إلى حياة سرية إلى غاية اندلاع الثورة، حيث أشرف على التحضير لها في منطقة القبائل بالتنسيق مع كريم بالقاسم. سنة 1956 حكمت عليه السلطات الفرنسية بالإعدام غيابيا. عين عضوا في مجلس الولاية الرابعة ليخلف العقيد السي محمد بوغرة على رأس الولاية الرابعة سنة 1957. التحق بتونس لبحث قضية وصول الأسلحة إلى الداخل، وأصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة 1958. وفي الطريق إلى تونس وقع في كمين نصبته قوات الاستعمار، سقط على إثره قتيلا، وكان ذلك قرب مشادلة البويرة في 20 جويلية 1960 رحمه الله. شكرا 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 هدى. شكرا شكرا شكرا. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اللي بفضلهم الجزائر راهي حرة مستقلة. يا أطفال، عمو يزيد دار أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة نقول فيها: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. نتكلم فيها عن التحديات وعن الإرادة. تغنوا كامل معايا: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. يلا أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاية عظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية عظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية عظيمة. أنا المعاق حتى الصعاب، أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا المعاق وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاية عظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاية العظيمة. أنا المعاق
عظيما إلهي ربي قادر أرادني عديما لكنني أثابر لغايات عظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية شكرا 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 شكرا. إذا لطموحي لا حدود سأثابر بالصمود لغاياتي العظيمة. إذا تحية تقدير وإجلال لكل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إرادة خارقة. احنا رانا نتعلموا منكم وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نضمنوا معكم. نحبكم نحبكم كامل نحبكم. أنا حبوت. تحبنا تحبنا تاني؟ شكون تحب؟ أوه شكون الآخر تاني؟ هذا. وشكون الآخر؟ هو. آه. أروح. تحب صديقنا؟ أروح أروح لعنده. تحبه؟ إيه. أي أي بوسو 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 بوسو. أوه. برافو برافو. وشكون تحب تاني؟ هيثم. شكون تحب تاني؟ شكون؟ تحبهم كامل؟ شو هذا؟ برافو برافو يحبهم كامل هيثم. وش رايكم تحبوا العاب الخفاء؟ لا. يلا نروحوا مع عمو محمد اللي جانا من مدينه الاغواط في العاب الخفاء. تفضل عمو محمد. سبيقه 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 على عمو محمد. تفضل 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 تفضل. Thank you.
شكرا 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 تصفيقة تصفيقة العم محمد. شكرا شكرا. عجبتكم ألعاب الخفة يا أطفال؟ برافو برافو برافو. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية النملة والفيل. يلا معي. يا أطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية النملة والفيل. واحد النهار الفيل كان يمشي في الغابة، يمشي هكذا هو حس بروحه باللي أقوى حيوان في الغابة، وحقيقة أقوى حيوان، ولكن بالمرات الإنسان ما لازمش يستهزأ بالناس. يمشي هكذا وما تلقته نملة في الطريق، قالها بعدي من الطريق. قالت له كيفاش من بعد من الطريق؟ أنا ما بعدش من الطريق. قالها ما تخافينيش. قالت له ما نخافكش أنا، نغلبك. تخلع الفيل، قال كيفاش نملة كيما هذه هي حابة تغلبني؟ أنا فيل ملك الغابة، يعني بعد الأسد هو أقوى حيوان. استعجب. بعد قال لنا هاد النملة هادي دوك قلقتني، دوك ندوس عليها وخلاص. إذن حاول باش يدوس عليها، هي في الوقت اللي حاب يدوس هي طلعت هكذا ودخلت له في نيفو، وقعدت لداخل هكذا، هو شغل توتر هكذا، وقعد يتخبط، وبعد بلا ما يفيق طاح على حجرة ومات. يعني باش تشوف حاجة صغيرة قتلته هو فيل. عمو يزيد استخلص من حكاية اليوم أنه عدم الاستهزاء بالشخص من خلال نظر إلى حجمه. برافو. تصفيقة على بوبي، إذن يا أطفال ما لازمش الإنسان يستهزأ بالناس من لما يكونوا صغار، ولا يقولوا أنت ضعيف، ولا لا. الناس بكري واش يقولوا؟ العود اللي تحقروا يعميك. يعني لازم كل إنسان نعطوا له القيمة دياله، ما لازمش الاستهزاء بالناس. يا أخي يا أطفال يلا معي. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن لا يجب الاستهزاء بالناس مهما يكون حجمهم صغير. يا أخي لحقنا الواحد الركن أنا نحبه بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد. بريد عمو يزيد هم الرسائل اللي بعتوه من أصدقائنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. بوبي شوف في صندوق البريد إذا كاين رسائل تاع أصدقائنا الأطفال نقراوهم. أنا نحب نقرا هذه الرسائل. كاين هايلين أعطي لي الرسائل بوبي. شكرا. تصفيقة على بوبي. تصفيقة راح نبداو نقراو الرسائل. الرسالة الأولى معند سليماني أمين 6 سنوات من مدينة تبسة. سلامنا لكل سكان ولاية تبسة. سليماني أمين قال لكم حصة رائعة أحبكم. حنا تاني نحبوك يا أمين. الله يخليك ولدي، مرحبا بك. الرسالة الموالية زقاي عبد السلام 11 سنة من مدينة دلس ولاية بومرداس. عجبتني بزاف الحصة، نحبك عمو يزيد. الله يخليك ولدي عبد السلام زقاي. عمو يزيد تاني يحبك يحب كاع الأطفال. رسالة الموالية بالخايط حمزة 10 سنوات من مدينة قلمة. إذن تحياتنا لكل سكان ولاية قلمة. قال لكم هذه أروع حصة. والله يا حمزة بالغايت أنت الأروع. الله يخليك ولدي، هذه شهادة يعتز بها كل طاقم حصة عمو يزيد. الرسالة الموالية بالعابد محمد 10 سنوات من ولاية الجزائر. قال لكم أنت رائع يا عمو يزيد لأنك تحب الأطفال وهم كذلك يحبونك وأنا أحبك. الله يخليك محمد بالعابد 10 سنوات من جزائر العاصمة. شكرا ولدي على هذه الرسالة الجميلة. عمو يزيد تاني حبك. آخر رسالة اليوم حمادي دليلة 23 سنة. عندنا أصدقاء الحصة تاني، مش شرط يكونوا أطفال، احنا مرحبا بهم كامل حتى الكبار اللي يحبوا حصة عمو يزيد مرحبا بهم. حمادي دليلة 23 سنة من مدينة الطيبات ولاية ورقلة. قلت لك أشكركم على هذه الحصة، مزيدا من النجاحات إن شاء الله مع حصص أخرى. الله يخليك بنتي، الله يخليك دليلة حمادي 23 سنة من ورقلة. تحياتنا لكل سكان الجنوب الكبير.
عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذو. إذا الرسائل كانت هائلة جميلة جدا. إذا رسلونا يا أطفال عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي، تعالي بنتي، أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ إيناس. وين تسكني إيناس؟ في باناني. في باناني. شحال في عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات. احكي لنا نكتة تاعك. ما عندي أغنية. تفضلي. هذه عهود الله وعهد في عنقي يدعو لي مدى الأيام بأن تبقى في دمي يا معلمي هاك قاسمي لحنا في فمي في فمي في فمي يا معلمي هاك قاسمي لحنا في فمي في فمي في فمي. برافو برافو برافو، أغنية تاع المعلم. برافو بنتي، برافو تاع العلم ومعلمي كذلك يا أخي. برافو بنتي، برافو. تعال 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 ولدي، أروح حط هذيك، تعال أروح أقعد هنا، أقعد ولدي. واسمك؟ منصور. منصور شحال في عمرك منصور؟ 5. 5 أيام؟ إيه. 5 شهور؟ إيه. 5 سمانات؟ إيه. وكيفاش هذي؟ شحال 5 واشن؟ هكايا. هكايا 5؟ هادو 5؟ غلط، هادو 5. هادو ياسر باين شاطر نتايا. 5 ماذا؟ 5؟ 5. 5 واشن؟ 5 6. 5 6؟ إيه. شاطر شاطر. 5 سنين؟ إيه. يا أخي. إيه. وين تسكن منصور؟ خميس مليانة. تحية تحية لكاع ناس خميس مليانة. دخلت تقرا ولا مازال؟ مازال. هذا العام تدخل؟ ايه. وين تدخل؟ مازال بس انا داخل دوك. دوك تدخل. ايه. برافو شاطر نتايا. تجي دوك غدوة. مشي دوك غدوة. ايه. تدي اختي سيزيام. اختك تدي سيزيام هذا العام. ايه. مبروك النجاح عليها ان شاء الله، راهي ناجحة. بالتوفيق يا اخي، تقول لها بالتوفيق. ايه. هاي برافو ولدي، روح راح تلعب شويه. شكون عنده نكته جميله؟ نكته جميله، نكته جميله. تعال تعال اقعد ولدي. واسمك؟ ايوب. ايوب. وين تسكن ايوب؟ الغايه. في الغايه. احكي لنا النكته تاعك ولدي. هيا هيا نجري جريا غطي البصرة وخذ الحذرة أنا في الخلف أنا في الصف أنا يمناك أنا يسراك سارع سارع أنت البارئ أدلك ندك تبلو قصدك. هذه أغنية مش نكتة. برافو وليدي، برافو برافو. تفضل تفضل تفضل. الحقنا دركا لركن الجواب عن اللغز. لغز اليوم قال يمكن أن أكون قويا يمكن أن أكون ضعيفا، أتحدث كل اللغات بدون أن أعرفها، من أنا؟ تعالي بنتي. واسمك بنتي العروسة؟ آية. آية. وين تسكني آية؟ في بيرتوتا. بيرتوتا خيار الناس. وش هو الجواب؟ سادة. السادة. برافو برافو ليكو ليكو. روحي بنتي نعطيك الهدية تاعك، أعطيني الهدية تاع الشاطرة هذه. برافو برافو بنتي برافو. السادة السادة هو ليكو. عمو يزيد يهديك هذا الشوب، هدية تشربي فيه الحليب والماء إن شاء الله، وكذلك 3 سيديهات أقراص مضغوطة، في كل سيدي 22 أغنية خاصة بالأطفال. عندك ما تسمعي بنتي؟ إذا تفضلي إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. العفو 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 العفو. أنا اليوم عندي لكم مفاجأة. المفاجأة هي إذا تذكروا في الحصة الماضية تاع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كنا استضفنا هدى اللي حضرة معنا اليوم، وعدناها باللي نحتفلوا بعيد ميلادها. هذا كان وعد، بالرغم من أن هدى في عمرها 25 سنة ولكنها وفية للبرنامج وتحب البرنامج، وكانت أمنيتها أنها تحضر في البرنامج. إذن جبناها للبرنامج في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وجبناها كذلك اليوم باش نديروا لها عيد ميلادها وتحتفلوا معنا كامل بعيد ميلاد هدى. يلا معنا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، مبروك عيد ميلادك.
يعزيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد. من تبديلك نتمنى صحة وسعادة وهنا سنة وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو. إذن هدى بالرغم باللي عندها 25 سنة ولكنها وفية للحصة وعدناها باش نجيبوها نديرولها عيد ميلادها لأنه كان أمنيتها. حنا ماذا بينا نحقق أمنية كاع الأطفال تاعنا وكاع ولادنا. إذن احسبوا معايا 5 4 3 2 1 يلا تنسفي الشبع يلا 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 نسفي. برافو عمو يزيد عاونك شوية. برافو بنتي برافو برافو برافو. أعطيني الشهادة تاعها. إذن بنتي عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم تاني هذه الشهادة باسمكم كي تخرجوا كل واحد عنده شهادة يديها معه كذكرى باش تحتفظوا بها في الدار في هذا الظرف الجميل هذا تاع الحصة. هاي لك تاعك بنتي هنا. أعطيني الهدية تاعها بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة. رامي ممول الحصة وراعي البرنامج يعطيك هاد لطابلات باش تشوفي فيها حصة عمو يزيد إن شاء الله. مرحبا بك بنتي. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.